السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحب بكم دائما في قناتنا، قناة الشفا في شكي إبراهيم، التي هي منكم وإليكم. وإن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد كرواسة رائعة بمعنى الكلمة. يعني ردوا معايا البال وتبعوا معايا الطريقة، وإن شاء الله الرحمن الرحيم غتعلموا الطريقة بإذن الله. حنا كنوضحوا لكم كل شيء بكل وضوح، يعني وكنبغيو منكم تفرجوا في الفيديو باش تلقاو المبتغى ديالكم ان شاء الله وتحققوا داكشي اللي تمنيتو. مرحبا، هذا واحد كيلو ديال الفرس. الفرس يكون ممتاز طبيعة الحال، دائما الفرس باش كنصوبوا الحلويات خصو يكون من النوعية الممتازة. اللي الفرس ديالو ما ممتاز يمكن ليه يستعمل محسن الخبز، يمكن ليه يستعمل محسن الخبز. يعني انا كنفضل اللي عنده محسن الخبز يستعمله باش تجي الكرواسة ديالو واقفة ومزيانة ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنا عندنا واحد 25 غرام ديال الخميره، هنا عندنا واحد 120 غرام ديال السنيده، عندنا واحد 20 غرام ديال الملحه، وواحد 25 غرام ديال بودر كاكاو. هذا الشيء اللي بغينا في هذه الكرواسه ديالنا ان شاء الله. وعندنا واحد نص كيلو ديال الزبده، الزبده ديال التوراق بطبيعه الحال، هذه خاصه بزبده التوراق. دائما زبده التوراق كنسرحوها بحال هكا، كنضربوها بواحد الرولو باش كتجيني قد العجينه ديالي بحال هكا. كنقلى عليها، كنضربوها بالاسميتو باش تجيكم مقاده ومبلا بحال هكا. هنا غادي نمشيو مباشره باش نعجنو ان شاء الله. غادي نخويو العجين الدقيق ديالنا ان شاء الله، كيلو ديال الطحين، غادي نضيفو الملحه من جهه والسكر من جهه، وان شاء الله غادي نضيفو الماء، والماء ديالنا يكون دافئ بطبيعة الحال. دروك بارد الحال، غادي نديرو الماء دافئ إن شاء الله. غادي ندورو الماكينة ديالنا ونزيدو شوية الماء، كنضيفو شويه د الماء. العجينه ديالنا هانتوما غادي تلاحظوا ان ما بغيناهاش تكون جاريه، ما تكونش قاصحه، يعني تكون متوسطه. هانتوما في هذه المرحلة إن شاء الله غادي نضيفو شوية الخميرة ديالنا، كنطفيو على العجين ديالنا بحال هكا هكا. غادي ناخذ العجين ديالنا اللي غادي نحتاجو بحال هكا، كنحيدو الماكينه، كنجيبو شويه الفرس كنرشو به، كنقلعو العجينه ديالنا بعد ما كنرشو الطبله ديالنا بحال هكا. ها هي هنا ان شاء الله غادي ناخذ واحد الكميه ديال العجين ديالي، ها هو بحال هكا. هذا غادي نخليه، غادي يكون خاص ان شاء الله الرحمن الرحيم بالكرواسون اللون الابيض، هنا اللون الاسود، يعني جوج ثلاثه، يعني هذا كيلو دلاجين نقسمو على ثلاثه المرات. غادي ناخذ جوج المرات، ها هما مره واحده ها هي تقريبا. وغادي ناخذ ان شاء الله، شوفوا معايا مزيان اش غادي نقول لكم، غادي ناخذ ان شاء الله هاد الزبده ديالنا، غادي نقلعوا منها يعني
ان تيير حتى هي واحد الثلث، واحد الثلث غادي نقلعوها هو، وهاد الثلث غنديرو لهادي ان شاء الله. غادي ندير هكا، نسرح العجينه ديالي، ندير فيها الزبده ديال الدخل، نسدها عليها بحال هكا 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 ان شاء الله. ها هي ها البيضه، ها هي ان شاء الله. غادي ناخذ هذه ان شاء الله، غادي نديرها في الماكينه، ها نتوما كتشوفوا، غادي نردها للماكينه، غنخوي عليها بودر كاكاو، غنردها. اللي ما عندوش العجانه يمكن اللي يعجن باليد ديالو، ماشي مشكل. غادي نخلط هذا بودر كاكاو ديالي، هنا غادي نطفيو عليها، غادي نطفيو عليها، ما بغيناش تعجن بزاف، حنا بغينا غير يدخل هذاك صبر يعني خصني ندير هكا، كنقلع العجينه ديالي بحال هكا، هنا كنخدمها بيدي بحال هكا باش يندمجوا ليا العناصر، يعني يندمج ليا العنصر ديال الشوكولاته مع العجينه ديالي، وترجع كلها لون ديال الشوكولا ان شاء الله بحال هذا الابيض، ما خصوش يبان ليا، خص تبان ليا كلها يعني لون شوكولاتي واضح ان شاء الله ديالكم، باش يعني داك الزواق الابيض يعني ديك العجينه البيضاء ما تبقاش تبان لينا نهائيا. ها هو هكا مزيان، كناخذوا هذه العجينه ديالنا، كنرشوا شويه هكا، كنسرحوه واحد شويه، كنجيبوا الزبده ديالنا، غادي نعطيها مازال واحد شويه هكا في الطول، نجيبوا العجينه ديالنا الزبده ديالنا، كنديروها كنسدوا عليها بحال هكا هكا هكا. هذا باطو ديال العجينه ديال القهوي، هذا باطو ديال البيض ان شاء الله. صافي مرحبا، غادي نجيو للمفيد باش نورقوا العجينه ديالنا، خصنا نورقوها باش جينا نورقها، غادي نصوبوا ان شاء الله هكا. يعني غادي ندير التور الاول، غادي ندير التور ديالنا العجينه ديالنا هكا، غادي ندير تور واحد ماشي دوبل تور هكا، غادي نرش مزيان يعني، غادي نعاود ان شاء الله ندير جوج تورات، ثلاثه التورات اللي غادي تخصنا في الوصفه ديالنا، ثلاثة يمكن لنا نديرو حتى ربعة التورات إلا بغينا، ماشي مشكل. هانتوما غادي نسدو التور تاني، هاهو هكا، دائما الزبدة ديالكم ما تخرجش. الله التور ديالنا اخيرا ان شاء الله، دائما كنحاولوا نعطيوها طول كبير هكا،
هنا كنديروا لها التور الاخير ان شاء الله. هو هذا هو سدوا عليه بحال هكا، ها هو التور ديالنا اخيرا. ندوز التور لهذا ديال الشوكولا، ها هو نفس المشكلة حتى هو نفس الطريقة، عدد ديال التور ثلاثة. يمكن لينا ندير ربعة كما قلت لكم، ماشي مشكل. إذا بغينا ندير ربعة نديرو ربعة. غادي نسدو نطويو بحال هكا ها التور الأول، غادي ندوزو التور الثاني إن شاء الله هكا. هذا عجين أبيض، ها هو التور الثاني ديالنا. هنا غادي ندوزو التور الثالث ان شاء الله. هنا راه الزبده هي اللي كتبان لينا لتحت، غادي ان شاء الله نحيدوها بهذا التور الاخير بحال هكا. دائما شويه الفرص باش هكا كنعطيوها شويه العرض. هو التور الاخير ديالنا ان شاء الله. بعد ما وجدنا العجينه البيضاء وجدنا العجينه السوداء، ها هي غادي نحاول ان شاء الله نسرحوا هذه العجينه ديالنا، نعطيوها للفورم ديال الاخرى قد الاخرى. غادي نعطيوها هذه الفورمه قد هذه تقريبا ان شاء الله، باش جينا قدها باش ندمجهم مع بعضياتهم ان شاء الله هكا. هكا غادي نعطيوها شويه العرض باش تجينا قدها ان شاء الله هكا. هيا غادي نعطيوها شويه، مازال شويه شويه. ها هي العجينه ديالي تجيني هكا ان شاء الله، تجيني فوق هاد العجينه بحال هكا. غادي نخليها ترتاح شويه وان شاء الله نسرحوها، يعني باش نقطعوا منها ان شاء الله. غادي نحاول ندمجوا هاد العجينتين هنا في الجناب، غير في الجناب باش تشد لينا، باش ما بقاش تطلع لينا. وديك الساعه غادي نعطيوها ان شاء الله باش نسرحوها مزيان، باش نعطيوها ديك الفورمه اللي بغينا منها ان شاء الله هكا. هذا هو الطول ديالنا. دائما ما تنساوش ان الطول دائما كيمشي في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه باش الكروسه ديالنا تجينا مزيانه. كما كتشوفوا مازال خصنا نعطيوها ليبيسور قليل على هذا. عجينة تسرح معايا مزيان، ان الا كتشد العجينه في الطبله ما غاديش تعطيكم، ما غاديش تمشي بحال هكا. ها نتوما ملي كنرشوا بالطحين من التحت شويه كتمشى لينا العجينه ديالنا، كتمشى
يعني كتزيد لقدام وترجع للور، يعني هكاك. هذا هو اللي خاصنا شويه باش ناخذوا هذه الفورمه ان شاء الله. هيا لي بيسور اللي بغيت هو هذا، غادي غير نحاول نقاد الجناب شويه. هذا هو لي بيسور اللي بغيت منها هو هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نحاول نقطعها بحال هكا، غادي نخدم موس مزيان باش نقطع. هنا غادي نقاد العجين بموس مزيان لان الجناب ديالنا خصنا يجيونا مقادين. غادي نديرو هاد لا فورم، ها هي يعني كان نقول بحال هكا تقريبا عرض كنعبروها بشي حاجه في المثال باش يتقاد لينا العبار. بالنسبه لكم ان شاء الله غديروا بحال هكا، غادي نديروا نفس العرض، غادي نديروا نفس العرض نفس العرض نفس العرض. ها هو البوندات ديالي، ها هما شتو هكا كتجي، شتو الزبده كيتورق، شتو العجين الزبده كيمورق. هكا راه خصي العجين ديالنا خصو يجينا مورق مزيان باش يجي مزيان. الا لقيتو شي بلاصه غليظه جي يمكن لكم تجروها بحال هاد الطريقه اللي درت ليها. انتما غادي نقطعو الكرواسا ديالنا في واحد العبار بحال هكا، نفس النيفو ان شاء الله. هكا 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 ونستمر على هذا السيستيم. تنقطع كاع لي بياس ديالي ان شاء الله. العجين ديالنا كنسوسو ليه هاد الفرش شويه ان شاء الله. كنجيب واحد لالام باش كنخدم، يعني كنخليها كنخبيها اللي كدز عندي واحد المده كنبدلها، لان لالام ما كاينش، ما ديرش هاد الشيء بموس، ما عمرو يجيك بالموس مزيان. ها نتوما هكا حنا راه غادي نوريكم كل شيء بكل بساطه بكل سهوله، ما عندنا ما نخبيو عليكم. هادي نقولها ونعاود نقولها، يعني غديرو غير هكا هانتوما، سي تري سامبل. وردو البال من الزيزوار، لأن الزيزوار راه واعر ومجهد. حتى كنكملو كاع عملية التقطاع بحال هكا. علاش درناهم هكا ما درناهمش هكا في المثال ولا هكا؟ لا، هكا غادي يعطينا واحد الديكور أروع من جميع الجهات اللي قلنا، غادي تجي احسن. باش نحيد سميتو كندير بها شويه د الماء هكا، كندهن بها الكرواسه ديالي، ما كنزيرش الكرواسه ديالي، كنحط هكا ما نزيرهاش ما نزيرهاش نهائيا، ونحطها بحال هكا باش ان شاء الله طلع مزيانه. ها نتوما شفتو كي جات في المنظر ديالها. من الان هنا كناخذو هذا كنديرو شويه د الماء، شويه د الماء، ديروا كاس د الماء حداكم، حكوه مزيان بحال هكا تتحسوا بالعجينه، يعني تتحسوا بالعجينه كتذوب شويه هكا. عاد بركه جيبوا الشوكولاته حطوها هكا، تنيو الكرواسه ديالكم بلا ما تضغطوا عليها، وهكا ها نتوما شوفوا. ما نزيروش كرواسه الا زيرناها، اشنو كيطرى الا جاب الله زيرنا كرواسه ديالنا؟ اشنو غادي يطرى لينا في المثال؟ يعني كرواسه ديالنا غادي تفرقع، يمكن ليها تفرقع في الفران بداك الزيار اللي درنا ليها. هنا غادي نحيد هذا الماء، هنا غادي نعود معكم ديال الموس. ها هي هكا وحده جوج ثلاثه اربعه، داك الشيء اللي بغيتو، غير ما ديروهمش صغار بزاف باش يجيوها سميتو، لان المنظر شنو هو المنظر؟ يبان داك العجين الدخلاني الابيض ويبان هذا، هذاك هو اللي بغينا كرواسه تجينا في شكل
وزوينه في الديكور ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني اروع ما يكون. هادو راه كتشوفوهم في الانترنت، ربما تشوفوا بحال الكرواسه بزاف كاينه في الانترنت، متواجده الان بزاف في الانترنت، ويعني ماشي فيديوهات، ما كاينش فيديو اللي يوريك، ما كاينش فيديو اللي يشرح لك، ما كاينش نهائيا. كاين باش تشوفي، يحطوها لك طايبه هكاك هكاك طايبه، شوفي تفنن. بغيتي تعرفي لها خلصي الفلوس. ماشي ما عندنا في المغرب قليل، المغرب مازال قليل، هذه القضيه قليله في المغرب، كاينه على برا بزاف، واني ما كيعطيوش الوصفه نهائيا نهائيا، ما يعطيوهاش لك. هذا هو المهم عندنا. انا غادي نعاودو نديرو الشوكولاط ديالنا، نتنيو كرواسه ديالنا بحال هكا، نديرو شويه د الماء هكا تنحسو بالعجينه ديالنا كتلصق بحال هكا هانتوما، ونسدو العجينه ديالنا نحطوها هكا ونوركو عليها شويه لا اقل ولا اكثر. ديالنا هي خمرات، غادي نضريوها ندخلوها للفران 180 درجه، كنطفيو الفرفاره. مرحبا، هذه هي الكرواسه ديالنا، يمكن لكم يعني انا خليتها شويه خمرات بزاف، يعني من الخميره ديالها ما توصلش البلافون بحال هذا الشيء اللي درت انا، يعني تخليوها تخمر يعني حتى تبان لكم ضعف الفوليوم ديالها شويه، عاد دخلوها الفران باش تجيكم ديك الزبريه ديالها باينه واضحه ان شاء الله. ورغم ذلك راه ها انتم كتشوفوا كتجي ممتازه، يعني خاويه، كتجي رائعه في المنظر ديالها، يعني رائعه. يمكن لنا نديروها بالشكل ديال الفريز، يمكن نديرو باشكال اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم، يعني كتجي كرواسون ممتازه ان شاء الله. نتمنى انني افدتكم بهذا الكرواسون ان شاء الله، اللي هي غادي تلقاوها على النت تقريبا، واني ما غاديش تلقاو الطريقه، ما غاديش تلقاو الوصفه ديالها بكل وضوح، يعني كيصوبوا فيديوهات كيدوزوا التور ويدوزوا سميتو بدون ما يوريك ادنى فكره عليها، يعني الانسان غادي يشوف غير بعينيه، الا ما كانش بروفيسيونال ما يقدرش يعرف كيفاش الطريقه ديالها وكيفاش تصوبت. مرحبا بكم دائما في القناه ديالكم، قناه الشفاف شكي ابراهيم، اللي كتقدم لكم دائما كل جديد، وكتقدم لكم اشياء اللي تنفعكم، والحمد لله اننا كنوريكم الاشياء على حقيقتها. هذا هو المهم عندي، وهذا هو الهدف من هذه القناه. هذه القناه راه كما كنقول لكم دائما قناه تعليميه بالدرجه الاولى، قناه تعليميه كنعلموا فيها، يعني فيها الهضره، فيها الهضره انا وفيها الهضره، لان يعني بزاف ديال الناس شي وحدين لقطات مره كيجي بحال في المثال، ان اعطيكم غير واحد المثال، ديك اللي صوبنا، داك البيبي اللي صوبنا، كيجي الانسان كيقول لك اه شاف ديك الطريقه ديال التفوار ما شرحتيش لينا، ما وريتيناش بزاف، وكون غير وريتينا كيفاش صوبتيها بدون هضره، تبارك الله، بدون هضره نوريك كيفاش صوبتها بدون هضره، الا ما هضرتش اش غتعرفي. غادي يكفيكم ان الفيديو ديالي يكون حركات، مجرد حركات، نهز نحط نملس نقطع نصوب، هذا غادي يكفي، ما يكفيش. على كل حال غير هذا الشيء غير كنقولوا باش غير بعض الناس اللي كيديروه بحال هاد الكريتيكات الخاويين يفهموا رسهم، يعرفوا انهم ما كيقولوا والو. الانسان اللي غادي يسميتو حنا كنصوبوا الفيديو كنهضروا فيه، الا ما هضرناش فينا هو الشرح؟ الا ما شرحناش بالهضره فينا هو الشرح؟ الا كان غير الكاميرا تخدم فوق مني ونبدا نقطع ونصوب، هذاك الشيء عطى الله في الانترنت بحال هذوك الفيديوهات، بحال هذيك الطريقه عطى الله الطريقه اللي كتكون الكاميرا خدامه وكيكون البروفيسور او الشاف او سميتو خدام كيقطع كيصوب كيسميتو، واني ما كيقولش لك الاسرار، ما كيقولش لك علاش كتكون هكا، علاش كتجي هكا، علاش يعني خصك تردي البال، واخا تحضي حتى تعياي ما غاديش تاخذي حتى شي حاجه تماك ان شاء الله. هذا هو المهم عندنا، ما عليناش ما يهمناش، الحمد لله رب العالمين، القناه ديالنا راه غاديه في الطريق الصحيح وهذا في الطريق السليم ان شاء الله. وحنا الحمد لله كنشكر الله تبارك وتعالى ان عندي جمهور عريض جدا، جمهور كنتلقى دعوات ديالو في كل صباح وفي كل مساء، كيدي كي الله يرحم لك الوالدين علمتينا. غير اليوم واحد السيده اول مره صوبت بغرير في حياتها، وصدق ليها كتبكي دموع، قالت لك كنسول العيالات ما عمرهم كيوريوني كيفاش تصوبتوا بهذه الطريقه اللي شرحتي لينا، وهذا سميتو وخرج ليا بغرير ديالي مثقوب وخرج ليا. هادو هما الميداليات
اللي كنفتخر انني نعلقهم بحال هاد السيدات، بحال هاد الناس اللي كانوا نوريهم وكتصدق لهم الحاجه وكيفرحوا وكيبكيو، ماشي كيبكيو، هي بكات مسكينه بدموع الفرحه. انا ما عزيزش عندي باش الانسان يبكي، بكات بدموع الفرحه، وهذه هي الفرحه الكبيره عندي انني عاونت واحد الانسانه تصوبت واحد الحاجه. وهذا هو الهدف ديالنا، وهذا هو الهدف ديال هذه القناه، الحمد لله رب العالمين، اننا صريحين كنعطيو الوصفه بكل وضوح وكنوريو الطريقه بكل وضوح وكتنجح الطريقه بكل وضوح ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله تبارك وتعالى هو المجازي لكل انسان على كل حال، والحمد لله رب العالمين. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى لكم تصوبوا هذه الكروسه وتنجح معكم ان شاء الله. وان شاء الله الاكاديميه راه الدرس ديال الفلتاج راه قريب يكمل، غادي نبداو فيها الكرواسون، الطريقه ديال الكرواسون، الطريقه ديال الاشكال ديال الكرواسون ان شاء الله، غادي يكملوا هذوك الدروس وراه غادي نعطيهم لكم ان شاء الله على اليوتيوب، كلهم غادي تفرجوا فيهم فابور باذن الله. كلهم كل شيء هذوك الدروس اللي درنا في الاكاديميه من الف الى الياء غادي يدوزوا في اليوتيوب غادي تفرجوا فيهم. والقناه ديالنا راه قناه تعليميه، كل فيديو كنديروا على اي وصفه راه تعليمي بالدرجه الاولى، راه الهضره فيه ضروريه، راه الفيديو ضروري يكون طويل، راه الفيديو لا بد ما يكون هكا الا بغينا نعلموا الناس. انا اللي ما كيقتنعش بالهضره ديالي وما كيقتنعش بالفيديو الطويل وبغى الفيديو قصير، راه عطى الله القنوات اللي هكاك يمشي يتفرج فيهم ويستفد منهم، ولا استفد شي حاجه الله يعاونه، ما استفد شيء انا اللي عليا كنديروا مع الناس اللي بغاو يستفدوا والناس اللي بغاو يتعلموا فعلا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم.